إعلان إصابة فرجاني ساسي بالكورونا. إيه بالضبط التفاصيل، وهل خالد فرجاني حد من البعثة ولا لأ؟ خليني ابتدي من البدايه خالص يا شروق. قبل كده من تواجد فرجاني ساسي في تونس، فرجاني ساسي اعلن عبر حسابه على تويتر ان هو مخالط لحاله مصابه بكورونا بالمنتخب التونسي. الزمالك خد اجراءاته الطبيعيه جدا والرسميه ان هو ارسل خطاب للاتحاد التونسي بيطلب فيه التقرير الخاصه بحاله فرجاني ساسي وكافه الامور المختلفه التي تخص حالته الصحيه للتاكد من موقفه قبل احضاره الى المغرب او استقدامه للمغرب. الزمالك لم يتلقى اي رد من الاتحاد التونسي بشان حاله فرجاني ساسي، وعلى هذا الاساس لم يتم استدعاء فرجاني ساسي لمعسكر الزمالك في المغرب. فرجاني ساسي قال ان هو دخل في عزل صحي اختياري في تونس، ثم انهى العزل الصحي في تونس وتوجه مباشره الى المغرب، واكد انه بحاله صحيه جيده. الزمالك قال لا، انا هاخد الاجراءات الطبيعيه بتاعتي، اللعيب هيخضع لمسحتين كورونا قبل ما يخالط اي حد في الفريق او ينضم للمعسكر. منذ وصول فرجاني ساسي الى الاراضي المغربيه وتحديدا الى الدار البيضاء، اصطحبه احد اداري الفريق الى احد المراكز المتخصصه الخاصه بتحليل كورونا، وتم خضوعه لفحص كورونا في الساعات المتاخره من مساء الامس، ثم توجه الى غرفه الاقامه. كان حريص الدكتور الفريق الدكتور محمد اسامه على متابعه حالته وعزله تماما عن اي شخص موجود في البعثه لحين التاكد من سلامته تماما. في الساعات الاولى من اليوم فوجئ الجميع بفندق اقامه الزمالك بسياره اسعاف تريد اصطحاب فرجاني ساسي الى المستشفى. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا شروق ان هنا في المغرب السلطات المغربيه وتحديدا وزاره الصحه المغربيه يعني عندها اتفاق مع جميع المعامل والمراكز والمستشفيات الخاصة بفحص كورونا انه في حالة ثبوت اي حالة ايجابية العينة الخاصة بها بيتم مباشرة ارسال اسعاف من اجل استخدام الحالة الى العزل الصحي. ده اللي حصل مع فرجاني. الزمالك لم يتم اختاره ان في سيارة اسعاف هتيجي وتصطحب فرجاني، لان هنا السلطات المغربية بتتعامل بالامور بالقوانين بتاعتها، فده تصرف طبيعي جدا منهم ان هم يعزلوا حاله مصابه بكورونا. وبالتالي فرجاني ساسي يعني ما كانش حابب ان هو يتعزل في المستشفى او رفض ان هو يتعزل في المستشفى، فعلى اساس ذلك اتدخل هنا بقى مسؤول الزمالك. مسؤول الزمالك طبعا لاعب مهم عندهم او لاعب الفريق سواء يعني اساسي او غير اساسي، في الحالات دي الزمالك مش هيفرق ما بين حد، هيتعامل تعامل واحد. واتدخل هنا مسؤول الزمالك كابتن اسماعيل يوسف وامير مرتضى مشرف على الكوره مع السلطات المغربيه بالتواصل مع مسؤول الصحه، واختارهم ان يعني يا ريت يبقى في سيناريو بديل لعزل اللعيب في المستشفى، يعني بدل ما يتعزل في المستشفى نشوف مكان يتعزل فيه بشكل منفصل تحت متابعتهم. بالظبط. فهنا السلطات المغربيه قالت لهم لا، مش هيبقى تحت اشرافكم او متابعتكم غير يعني بصوره مش اساسيه، لازم يبقى تحت اشراف ومتابعه المكان. فهنا لازم الطرف تاني يتحمل مسؤوليه متابعه الحاله. هنا جه دور اداره الفندق. الزمالك كلم اداره الفندق، هل في مكان مخصص للعزل في الفندق نقدر نعزل فيه فرجاني او كده؟ الفندق استجاب بسرعه فائقه يعني للموضوع وقال على الرحب والسعه، يبقى موجود في غرفه منفصله ان هو يتعزل فيها ويبقى تحت اشرافنا ومتابعتنا بشرط عدم الخروج من الغرفه تماما حتى اجراء المسحه الثانيه والتاكد من حالته. الزمالك يعني اصدر بيان رسمي وقال فرجاني، واحنا اصلا يعني تواصلنا مع دكتور الفرقه واتكلمنا معاه ودردشنا معاه، قال ان هو فرجاني حالته الصحيه جيده رغم ان ايجابيه العينه الاولى، لكن الامور مش مقلقه، الامور بتسير بصوره جيده. الزمالك هينتظر يعني بنحب نطمن كل جمهور الزمالك على حاله فرجاني. فرجاني بصحه جيده يعني الحمد لله، بنتمنى له كل الشفاء.